سيرين عبد النور بدي لك صباح الخير، ينعاد عليك كل عيد ام وانت بالف بالف الف الف خير. ميرسي ميرسي حبيبي. اليوم نحن بالانديه وبتفوتي شو بتخبرينا؟ انا كثير مبسوطه بهيدي الجمعه ومبسوطه انه اختاروني انه يكون بهيدا النهار المميز اليوم يلي انا بعتبره يعني كثير غالي على قلبي، وحابه كثير هيك اعطي اذا بدك فكره عن هالخبره اللي قضيتها مع تاليا ومع كريستيانو وعملوني ام. حابه شوي نحكي عن هيدا الموضوع. اليوم لما حكوني وقالوا لي انه بدي اكون موجوده معكم لحتى احكي عن الام، حسيت بمسؤوليه كثير كبيره لكثير من الاسباب. اولا انه كيف تقدر تترجم الامومه بكلمات، هذا الموضوع كثير صعب، بنفس الوقت قد ايه الام اليوم هي بخطر. خليني بلش بالناحيه الثانيه، ليش بخطر؟ لانه في كثير ناس انه ما بقى بيامنوا بانه يعملوا عائله ويكونوا امات، كثير بيفكروا بمواضيع ابعد. ممكن الامومه تبعدك شوي عنا هيك، تبتعدي عنا او لا؟ الامومه بعدتني عنكم. انتوا لازم تكونوا مبسوطين انه دايما هيك لازم تكون العيلة والام اللي فيه بالمرتبة الاولى عن اي شيء تاني، انه هي الاستمرارية. اليوم انا بس بدي اقول لكم شغلي من هيك تجربتي الخاصة، انه الام هي احلى شيء بالدنيا. اليوم العنوان هو انه الام هي ملكتي، الملكة تبعي. انا بقول امومة هو تاج على رأس كل ام، لانه اجمل شعور بالدنيا هو انه لحظة اللي بتحسي بتروح عند الحكيم وبقول لك انه في نبض جواتك، في شقفه منك جواتك عم تربى فيك. كيف بتعايدي كل ام؟ اخر سؤال شو بتقولي لها لكل ام؟ تعيش بسلام، بتمنى لها تعيش بسلام، لانه السلام بضم كل المشاعر الثانيه. شكرا سيدي. شكرا. شارع الفن.com، خلي خبرك يلمع.